واحنا عندنا 9 سنين وثمان سنين. امبارح بقول للوزير اللي في ثالثه ابتدائي خدته ايه يا نشيد؟ قال لي خد نشيد الساعه بتاع الزمان اللي بتخلي الواد يحترم مروه. خدنا نشيد القطه مش مشي. قلت له قوله قوله تعرف اسمع يا سيدي اسمع التعليم اللي بعد مرجوع التعليم اهو اسمع انا حفظته هعمل ايه ما هو برضه يعني اهو اسمع يا سيدي يا حلاوه القطه مش مشي في وسط عيالها مفرفشه بتقول لهم بنا ونوى اكل الفيران ليكم دوت اخاف عليكم من الهوى لو كلب صح ولا عوى. الله اكبر الله اكبر يا سيدي يا التربية. قلت له بس يا ولا كلام يخربش كلام يخربش يا سيدي. امال ايه